مين بقى اللي اقنعك تمثل؟ لا هو انا بيجيلي كده فرص تمثيليه من زمان قوي يعني. انا مثلت مع امينه رزق مثلا زمان قوي. ياه. بس ما كنتش معروف. لا ما كنتش معروف، ما كنتش بمثل، انا موسيقي، بس بيجيلي فرص كده، فهي اتسرسبت كده ما تفهمش ليه، لغايه ما كان في واحد صاحب ابني مخرج شاب كده عنده مشروع فيلم قصير، وعرضوا عليا. انت خدت عليه جايزه؟ انا خدت عليه بعد ده بقى. خدت عليه جايزه بعد كده في بره يعني، في اوروبا، في نابولي اظن، في ايطاليا يعني، مهرجان في ايطاليا. فعرض عليك الفيلم ده؟ اتعرض عليا وعملته، وخدت احسن ممثل في المهرجان ده. دي كبيرة، دي حاجة كبيرة. انت بتقولها طبعًا. انت بتقولها باي ذا واي كده، انا مش مهتم بالحكاية. ايوه بس انت بتقولها باي ذا واي، دي حاجة كبيرة قوي يعني، انك تاخد جايزة عالمية يعني، جايزة احسن ممثل كمان. مش احسن ممثل مساعد لا لا مثلا. لا ومش تاني واحد، احسن ممثل فعلا. طب هم عرفوا هناك ان انت اصلا مش ممثل ولا حاجة؟ لا ما عرفوش. وانا اعتقد يعني، انا في اعتقادي الشخصي ان انا ما كنتش استحق هذه الجايزة تماما يعني. هيدوها لك ليه لو ما انا هقول لك ليه بقى. انا من وجهه نظري، دي كلها تخمينات يعني، هو انا كنت بلعب في هذا الفيلم، الفيلم قصير وما كنتش بتكلم يعني، الفيلم تقريبا صامت وبقول كلمه واحده في الاخر بس، انما يعني كله تعبيرات بالوش، كله تعبيرات في الوش وبتاع. وكنت انا المفروض ان انا بعمل اله موسيقي يعني، بعمل اله للزمن عشان اجيب اظن خطيبتي اللي ماتت قبل ما نتجوز عشان استرجعها تاني بالموسيقى وبالبيانو وبتاع. فبما ان انا موسيقي بقى، هم ما يعرفوش ان انا موسيقي، فانا ممثل مفروض بالنسبه لهم، والموسيقى مش انا اللي عاملها كمان يعني، كمان مش انا اللي عاملها، بس لانها كان في حته كده كلايمكس في البتاع فانا طلعتها يعني. ما انا فبالنسبه لهم انت بقى عملت، فانا ممثل عبقري بقى يعني. جبت ازاي النغمه وايديا مظبوطه وبتاع وعملت المزيكا. انا في اعتقادي ان هم ادوني جايزه عشان كده يعني. طيب. بس انا اول مره اقول الحكايه دي على فكره، بس يعني في حاله صراحه كده طالعه يا فندم، ده يشرفني.